السلام عليكم سي حسين. اليوم خويا مهدي. فيديو خاص ديال الهوته. الناس كيسولوا على المباراه اللي جا خويا، قال لك بغينا البروموسيون وبغينا الهوته. باغي الهوته اليوم ان شاء الله غندوز واحد الكوكتيل ديال البيسه تاع حسين. مرحبا. فيهم عالم المشكلات واللوينات، غادي يكونوا بواحد الثمن غزال وبواحد المفاجاه زوينه ان شاء الله. نتمنوا تنال الاعجاب ديالكم. في التشكيل هذا ديت واحد اللوين محبوب الجماهير اللي هو الخضر. هادي البيسه زاده راقيه، الميتراج كما العاده راه 3 متر على متر ونص. دابا واش كتجي جلا بهاد الحضور، تجي قفطان، تجي تكشيطه، تجي لبسه، اللي بغى يديرها في الدفوع ان شاء الله شي فرح شي مناسبه. هاي ان شاء الله واحد التشكيله راه غندوزو فيها تقريبا شي 14 متر ولا 15 متر. يعني تشكيله روعه وغزاله وممتاز. عندهم فين يتعزلوا وفين يتخيروا ياك؟ اكيد اكيد ان شاء الله. واللي بغات تبدل القفطان ديال شي لبيسه وبغات تماري يبدوقها ما كاينش المشكل، تواصل معنا ونمشيو لها على الحماق ديالها. عجبتها تناسب الالوان الله يسخر الام. الوغ هذا الشكل الاول، هذا خضير ملكي. عندنا هذا الموتيف هذا تا هو ديال واحد الهجوم نص تا هو غزال راقي. هي عجبتني هاد الشكل. هذا بالنسبه للصميم مرات دوك هما كيدعوا فيهم موديلات زايرين الصح. دوك الله دابا راه لو كيبداو فيهم جايب هاد الخضار فلان لسات كشيطة باش كتجي شي حاجة راقية. أنا زوم لينا على دي ديتاي شي حاجة راقية وغزالة. متنساوش جيم والبارطاج. شتي دابا لي كتفرجيك بارطاجيك باش كي مازال شهوتي في شي لبيسة وبغيت تشري الثمن الهوتة راه ما الثمن حسين غادي يكون هو 1300 درهم. 1300 درهم باقا واحد المفاجاه. ايه توصيل بالمجان. توصيل بالمجان يلا. يعني اللي كون وضعت بهاد البيزات ان شاء الله تكون لي بليزون غاتوي. 1300 درهم بحال اللي قلتي 1250 وصافي. المهم صحتك الا في رزقك الله يسخر لك. شوف لي هاد الموتيف هذا عاوتاني شحال غزال. هذا لاباس ديالو اورونج والموتيف ديالو بالخضر. هو موتيف غزال وراقي راقي راقي. الناس اللي كيسولوا على الهوته اللي باغي البرومو باغي يتخدم، هادي راه هوته لا تعاود. نخليو هادي واجي تفضل معايا شوف العكس ديال هادي. لاباز ديالها خضرا والموتيف ديالها اورونج. تفضل معايا السيد. هادي العكس ديالها. هاي ملبسه طرو بياس هادي. بغات مولاتها تمشي مع لاباز ديال المسلين راه اللون، بغات تدخل اللون ديال الموتيف راه هو هادي ملبسه طرو بياس. طاش واحد التناسق رائع. وغزال وزوين. شوف ليه مع الاورانج كيفاش جات. جات ضاوية. اللي بغات ديرها اللون في اللون وتدخل الاورانج في الخياطة راه تا هو تدخلو وتجيها غزال. الميتراج راه وافي كيكتك 3 متر و 3 متر ونص على متر ونص. كلشي لوف. والثمن الهوتة 1300 درهم والتوصيل بالمجان ان شاء الله. ودي خدات منهم بصحتها. اللي ما خداتش تاخد في محسن ان شاء الله. ديما جيل جديد ديما كاين الهوتة. شوف ليه عاوتاني هاد الموديل هاد الموتيف هذا تا هو. تبارك الله كلشي كاين ما يدار. وتبارك الله كاين ما يدار، كاين فين يتعزلوا وفين يتخيروا. هادي لاباز ديالها بلوكاسي والموتيف بغوز حتى هي جات غزاله وضاويه. هادي العريسات سميمرات شي حاجه راقيه. كاين عاوتاني عندنا واحد اللوين ديالها تا هو غزال تيحمق. هذا واحد الغوز بيبي مع السير. شوف هو كيفاش جا. حتى هو العريسات سميمرات بيضات كيف ما كان لك عندي. شوف لي هاد الوين هذا حاجه بزاف. انا اكس كيس نطلع عليك باش يبان لك الموتيف على وضو. واللي بغات تعزل وحارش بالالوان صيفط لينا في الخاص ونصيفطو لك البيسات مصورين وتعزلي وتخيري مع راسك. صراحة شي حاجة غزالة وراقية. الناس اللي كيبغيو يديرو اللي يخدمو بيهم الخياطة اللي كيبغيو يديرو بيهم لوكاسيون كاينش مشكل. تواصلي عجباتك لاكام هزي اللي عجبك الله يسخر لك. شي حاجة غزالة. غنزيدو نبرعوك واحد اللوين تا هو محبوب الجماهير. هذا درنا له اللون ديال الموتيف اللي داخل فيه. مغاديش نديرو لها الكاشيري غير شي مغلوقة. دخلنا مع داك الفيغ شوف كي جات غزالة. باقي اللوينات ربي الا قلت لك تبارك الله كاين الخير. شوف لي هاد الوين شحال جاه ماوي غزال كولوغ اوريجينال وغزاله ومديهاش. انا
وصف لي مع الخطان ديالك كيفاش جات من هنا كتبان شي حاجه غزاله وراقيه. عندنا عاوتاني هذا الموتيف هذا حتى هو موتيف بزاف. هادي موتيف حتى هو مختلف حتى هي غندخلوها في لابروموسيون 1300 درهم والتوصيل بالمج تنقولوها ونعاودو نذكرو بها عشاق الهاوت. شوف لي لون واحد كيفاش شي حاجة طوب. غادي نبغيش ندير لها الغوش غتجي شويه فلاشي لا باز نوار نوار غير زوين نوار هو اللي خرجها وعطاها واحد النظرة غزالة وملكية وبصحتها اللي فرزقها وكتبت ليها بالصحة والراحة. كاين عاوتاني هاد لاكولوغ بوغدو حتى هي مخلوطة الجمالات عند العشاقة ديالها. هي هاد لاكولوغ حتى هي كيفاش جات هي بون سو بون كتجي بزاف ما كتبغيش الالوان ما كتبغيش داكشي مخلط ما كنحتارمو كاع الابيض. شوف ليا هادي تيش هادي راه نفس الموتيف ديال الكحله اللي دازت دابا. هاد الاوروش هادي ديال الزواقه اللي دوزنا قبيله في الخضر ملكي وي هادي لاباز ديالها فير والموتيف اوروش مزاله مزاله مزاله. الزواقه زوين الزواقه حلوه صراحه. الخطان ديالها راه اورونج غزالة الصراحة. وعندنا عاوتاني هاد الموتيف هذا ديال هانيت فيها فيغ مع هاد الكاشاري اللي دوزنا في الزواقة دابا. يعني اللي عجبها اللون راه عندها اختيار زوج زواقات. غزالة كي قلت لك اللي بغات تحضر بغات ان شاء الله المناسبة اللي عندها الفرح الله يكمل بالخير. عندنا عاوتاني هاد الموتيف هذا عشاق الالوان الداكنة. شوف هي الكري غزال الكري مزرق خصني نقول لك اللي جديدة. شوف هي الموتيف تاع هو حاجة غزالة. هذا شي بيض دابا هذا كيفاش يصير الكري جهة رائعة. وكما العادة الموتيف اللي تيكون ترو شارجي ومخدوم مزيان وعامر ممكن تطلب شي حاجه كثيره في الخياط راه اقل ما يكون. غادي تجيب الدفاير تجيك شي حاجه غزاله تاعك. كاين عاوتاني هاد لاكولور كريمي مع الموتيف ديالو حاولنا نحليه هو درنا لها قطان في البور. هي جات راقية وحماوية مع البوردو الخطان ديالها كيفاش جات. واللي بغاتها اللون في اللون تواصل معنا مكاينش مشكل حنا اقتراح ديالنا ما الاذواق لا تناقش. كاين عاوتاني هاد لاكولور هادي غادي تسيي درنا ليها بوست اوف بون جات بزاف بزاف بزاف. هادي هوته خاصة صحاب الريزون يوتيوب انستغرام تيك توك هادي هوته ديالكم شحال من كليان كيسول قال لك واش غديروا شي بروموسيون في المباراة اللي جا. قلت لهم حتى لمغرى العيد ان شاء الله مرحبا. انا هذا هو هذا الشيء اللي كاين الله يودي. انا بارطاجي مع الكليان ديالك الجروبات ديالك السي حسين قول لهم راه هي هاد الهبته ها البرومو لبسيك تبرعي مع راساتك. صباحكم مبروك اللي حدا شي حاجه بالصحه والراحه. باقا شي وحيده السي حسين؟ باقا شي وحيده. شوفوا كيف الله يهديك زيدنا شي وحيده والله جعل البارح نزيدوهم شي وحيده. اه هي الزين. هادي تاهي نفس لاكولوغ بوغدو بحال دوزنا دابا ولكن الموتيف ديفيرون. انا ما سخيتيش ولا؟ اه حنا ما سخيناش ولكن ما بغيناش نطولوا عليهم. اه الله يلا خفيفه الله يجعل البارك الله يجعل البارك. انا هذا هو اخر شكي ان شاء الله. الثمن كي نذكروا به 1300 درهم والتوصيل بالمجان. اللي خدات شي حاجه بصحتها واللي ما خداتش تاخذ فيما احسن ان شاء الله. ما تنساوش جيمو البارطاج باش اللي